طيب نشوف القميص، نشوف القميص اللي هو المعلم اللي هيخلي البنطلون بقى ينطق عليه ويكمل وجهتك. ده المعلم. طيب ده بقى اقول عليه ايه؟ حاله لا يسر عدو ولا حبيب، اتبهدل على مر السنين، والعيب على فكره مش فيه، انها في الترزي اللي فصله، اللي هي كليات التربيه. هل دلوقتي كليات التربيه بتخرج القميص ده؟ ده للاسف بتلاقيه محطوط على الرف او بيسافر بره. اقسم لكم بالله عندنا من القميص ده كتير قوي. مش بقول ان كل المعلمين بالمنظر ده، احنا عندنا مدرسين كتير على مستوى عالي من العلم والاحترام والاخلاق، بس احبطوا من سوء العمليه التعليميه، من عدم تقدير جهودهم. ويجي يا عيني القميص الغلبان ده ما يلاقيش دخل محترم يكفي انه يشتري زراير تقفله، فيتجه لدروس الخصوصيه، وللاسف بيلاقي الاهالي بتجيب له زراير ذهب بتلمع، لغايه ما بيهتم بالزراير وينسى رسالته الحقيقيه انه يكسب طالب العريان.